مليونية شعبية في أنحاء البلاد كافة، هي مسيرات يوم القدس العالمي في إيران. شيبا وشبابا، نساء ورجالا، خرجوا تلبية لنداء الضمير الإنساني ونصرة لشعب فلسطين ومقاومته. هو مشهد يعكس مركزية القضية الفلسطينية في إيران نظاما وشعبا. زوال الإسرائيليين بات قريبا، وما فعلوه سيسرع في نهايتهم وسقوطهم وهزيمتهم. جئنا دعما للشعب الفلسطيني المظلوم ولا يهمنا تبعات ذلك. شهداء على طريق القدس يحتسب الإيرانيون مستشاريهم الذين ارتقوا إثر العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، ولا صوت يعلو هنا فوق الصوت المنادي بطلب الثأر والانتقام للشهداء. لن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، وسيتلقى الإسرائيليون الرد على أفعالهم، وعلى المقاومين الاستمرار بصمودهم حتى ينالوا حقوقهم. جئنا كي نؤكد للفلسطينيين أننا إلى جانبهم، وسوف نحقق النصر معا على كيان الاحتلال الإسرائيلي. هو حضور مهيب يؤكد الإيرانيون عبره دعمهم ووقوفهم إلى جانب شعب فلسطين، داعين المجتمع الدولي وشعوب العالم إلى إدانة جرائم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في غزة. تزامن يوم القدس العالمي مع ملحمة طوفان الأقصى جعله مميزا هذا العام في إيران، فقد تحول إلى صرخة مدوية على لسان شعوب المنطقة تؤكد أن القضية الفلسطينية حية لا تموت على الرغم من كل الإجرام الإسرائيلي. مالك عابد، طهران، الميادين.